السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة وأخباركم إيه؟ معكم مستر جلال حسنين، والنهاردة إن شاء الله بقدم لكم زي ملخص كده أو فيديو مجمع لكل أزمنة اللغة الإنجليزية. نقول بسم الله توكلنا على الله. تنسز، طبعا يا شباب مادام بنقول تنسز يبقى احنا بنتكلم على الازمنه، ومادام بنتكلم على الازمنه يبقى احنا بنتكلم عن الوقت اللي حصل فيه الفعل او بيحصل فيه الفعل او هيحصل فيه الفعل. احنا معانا ثلاث ازمنه رئيسيه، اللي هي past الماضي، present مضارع، future المستقبل. نبدأ مع بعض ونقول present. present simple المضارع البسيط. المضارع البسيط ده يا جماعة لما باجي أكونه من الخانة الرابعة اللي قدامي ديت، هو يتكون من مصدر الفعل زي play مثلا، مضافا إليه s أو es لما يكون الفاعل he أو she أو it. طبعا يا شباب احنا متفقين ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ملخص، يعني تذكرة للأزمنة كلها. في ناس عايزة أو بتحب إنها تبقى الأزمنة كلها مجمعة كده في حاجة واحدة يعني. طيب الفعل ده أو الزمن ده بيدل على ايه؟ بيدل على حدث أو فعل متكرر، بيدل على عادة في الحاضر. تمام، طبعا ده أهم استخدام له يعني، أو حقيقة أو كده. لذلك لما تيجي تبص للwords الكلمات اللي بتدل عليه هتلاقيها كلها إيه؟ every day، كل يوم، طبعا every day، every week، every month كده يعني. sometimes أحيانا، always دائما، often غالبا، usually عادة، seldom قلما، never وممكن rarely كمان اللي هي نادرا. هتلاقي ان الكلمات كلها بتدل على ايه؟ بتدل على التكرار او العادة. عندي مثلا لما اقول I play، he plays، I go، he goes. النفي بتاع المضارع البسيط بيتنفى بـ don't أو doesn't، طبعا doesn't مع he أو she أو it. I don't play، he doesn't play، مع مراعاة طبعا إن أنا بجيب الفعل في المصدر، يعني بشيل منه الإس في حالة doesn't. في حالة الـ interrogative أو اللي هو السؤال بنسأل بـ do أو does، طبعا does مع he أو she أو it والفاعل وبعدين مصدر الفعل. do I play، does he play. تمام، بعد كده بنبص على الزمن اللي هو present continuous. present continuous اللي هو المضارع المستمر. المضارع المستمر طبعا لما بنيجي نكونه بيتكون من am، is، are plus infinitive مصدر الفعل مضافا اليه ing او ing. الزمن ده يا جماعة مضارع مستمر بيدل على ان في فعل مستمر وقت الكلام او حدث مستمر لفترة في الحاضر. هتيجي تبص تلاقي بيدل، يعني الكلمات اللي جاية معاه بتدل على كده، اهي now الان، at the moment في اللحظة، look يعني انظر، هنبص على حاجة طبعا شغالة، listen اسمع. طيب هنا مثلا لما نيجي نقول I am playing now، he is playing at the moment، لما بنيجي ننفي المضارع المستمر بننفي اللي هو verb to be، يعني I am not playing now. طبعا لما بنيجي نسأل يبقى بنجيب اللي هو الفعل المساعد am و is و are والفاعل، والفعل اللي بعدهم يبقى ing. زي مثلا ما نقول is he playing now. الزمن اللي بعد كده عندي past simple. past simple يعني الماضي البسيط. الماضي البسيط ده بيدل على فعل حدث وانتهى في وقت محدد في الماضي، يعني ما عادش له علاقة بالحاضر. الفعل بيتكون من ايه بالشكل الريجولر الطبيعي؟
ان احنا بنجيب مصدر الفعل مضافا اليه دي او اي دي. زي مثلا ما نقول play تبقى played. الريجولار اللي هو الافعال الشاذه فبتحفظ كما هي، واحنا منزلين طبعا لستة اكتر من مره بالافعال الشاذه اللي هو في الماضي، التصريفات الشاذه للافعال. مثلا عندي swim يعوم، swam الماضي منها عام او سبحه swam التصريف الثالث. هنا مثلا جاي يقول لي he played I went to school مثلا yesterday. النفي بتاع الماضي البسيط هو didn't ونجيب بعدها الفعل في المصدر، يعني نشتل منه الدي او الاي دي او نرجعه لاصله زي I didn't play he didn't play I didn't go. طبعا الكلمات واضحة جدا اللي هي المصاحبة له كلها بتدل على وقت محدد في الماضي زي last مثلا last Friday الجمعة الماضية، last week last month معناها الماضي، فترة زمنية 3 hours ago اللي معناها منذ كذا، in the past في الماضي yesterday، past continuous يعني اللي هو الماضي المستمر. تكوينه يتكون من was أو were زائد infinitive زائد ing أو ing، بيدل الماضي المستمر على فعل كان مستمر في الماضي، يعني كان مستمر في وقت معين في الماضي. زي مثلا طبعا الكلمات بتاعته while بينما وas بينما اللي بيجي وراها الماضي المستمر. زي مثلا ما نقول I was playing مثلا from 7 to 9 yesterday، أنا كنت بلعب من الساعة كذا للساعة كذا وقت محدد يعني. أو مثلا لو استخدمنا while I was watching TV بينما أنا كنت أشاهد التلفزيون my sister was doing the homework. الفعل اللي بعد كده أو الزمن اللي بعد كده هيبقى present perfect. present perfect خش على الأزمنة التامة اللي هو المضارع التام. المضارع التام يا شباب يتكون من have أو has plus past participle التصريف الثالث للفعل. الفعل ده بيدل على إيه؟ بيبقى له علاقة بالحاضر. إزاي؟ يعني فعل حدث في وقت غير محدد. زي مثلا ما واحد يقول I have bought a car أنا اشتريت عربية، ما قالش إمتى، لأن لو قال إمتى في الماضي يعني مثلا لو قال yesterday أو last week أو كده يبقى هنرجع للماضي البسيط I bought a car مثلا last month. إنما هنا فعل حدث في وقت غير محدد في الماضي وله علاقة بالحاضر، يعني له تأثير على الحاضر أو فعل حصل منذ فترة بسيطة. طبعا بيجي مصاحبة كلمات بتدل على المعنى اللي احنا قلناه ده زي just اللي هي معناها توا. نقول مثلا he has just arrived يعني هو قد وصل توا. yet اللي هي بتيجي مع السؤال والمضارع التام المنفي يعني I have not finished my homework yet اللي هي معناها بعد أو حتى الآن. never أبدا. ever اللي هي ممكن تيجي في السؤال اللي هي زي have you ever have you ever met an actor هل عمرك قابلت ممثل. already أو so far already اللي هي معناها بالفعل لتأكيد فعل أو I have already finished my homework يبقى ده الإثبات بتاع كلمة yet. up to now يعني حتى الآن. since اللي بيجي وراها بداية حدوث الفعل زي ما بنقول مثلا since last week since 1995 منذ 1995 يعني تاريخ معين أو محدد. for بيجي وراها المدة الزمنية من حدوث الفعل لحد دلوقتي يطلعوا مثلا 5 hours خمس ساعات مثلا 2 years سنتين إلخ. recently اللي هي معناها حديثا. طبعا النفي بتاع المضارع التام طبعا بنوت hasn't او haven't
طبعا في ملحوظة كمان سريعة كده، هاز بتيجي مع هي وشي وات، وطبعا السؤال هاز أو هاف والفاعل والتصريف الثالث زي هاز هي بلايد. طيب بعد كده عندي present perfect continuous، الأزمنة التامة المستمرة، ده اسمه المضارع التام اللي مستمر لحد دلوقتي. هو فعل بدأ في الماضي وما زال مستمر أو انتهى توًا منذ فترة بسيطة جدًا. هو تكوينه بيتكون من إيه؟ هو اسمه مضارع تام أهو، have has زائد been، been دي ثابتة، have been أو has been، وبعدها الفعل بيبقى فيه ing. هتوضح طبعًا الصورة لما نقلب على الصورة التانية. زي مثلًا هو بيدل على إيه؟ فعل ابتدى في الماضي ومستمر حتى الآن، زي I have been playing football the whole day. أنا بلعب كرة قدم طول اليوم، يعني النهاردة طول اليوم. She has been studying all day. هي عمالة تذاكر طول اليوم. يعني هي بدأت في الماضي ومستمرة حتى الآن. برضو من الكلمات اللي بتدل عليه how long، بدل بسأل عن فترة. هو بيركز على الايه يا جماعه؟ على الاستمراريه. يعني مثلا how long has she been studying English، مده قد ايه بتدرس انجليزي؟ عشان نرد عليه نقول she has been studying English for مثلا 6 years now. طبعا هو المضارع التام المستمر بيتنفى بنوت، يعني has not been والفعل فيه ing. والسؤال بتاعه has أو have والفاعل been والفعل في ing زي has he been playing. بعد كده في عندي past perfect. past perfect اللي هو الماضي التام. الماضي التام يا شباب هو بيتكون من had زائد past participle التصريف الثالث للفعل. الفعل ده عشان يبقى خلاص كده، يعني فهمنا الحدوته بتاعته، هو احنا بنستدعيه امتى؟ الماضي اللي تم ده، يعني لما يكون عندي حدثين في الماضي. ركز معايا كده، احنا بنستدعيه كده لما يكون في عندي حدثين، حدث اول وحدث ثاني، اللي حصل الاول وانتهى قبل الاخر هو ده اللي بنحطه في الماضي التام، مع كلمات زي as soon as اللي هي بمجرد ان يجي وراها ماضي تام والحدث الثاني هيبقى ماضي بسيط، وافتر طبعا في غيره كتير، بس احنا بنقول ملخص سريع. يعني هو فعل حدث واكتمل قبل اخر في الماضي، زي مثلا ايه؟ as soon as I had finished studying، الحدث الاول اهو، as soon as I had finished studying I started to watch TV. طبعا النفي بتاعه hadn't. بعد كده في عندي past perfect ماضي تام بس continuous، نبتدي نركز اكتر يا شباب. هو بيتكون من ايه؟ هو ماضي تام مستمر، هو بيتكون من had been زائد مصدر الفعل فيه ing او ing. هو بيدل على فعل كان مستمر لفترة قبل اخر في الماضي. فعل ايه؟ كان مستمر لفترة قبل آخر في الماضي. زي مثلا ما نيجي نقول إيه؟ We had been waiting for half an hour. ركز كده في السياق بتاع الجملة. تاني We had been waiting for half an hour. احنا كنا مستنيين لمدة نص ساعة، كمل الجملة. When the train arrived. لما القطر وصل. يبقى بيدل على فعل كان مستمر لفترة قبل حدث آخر، بس كان مستمر عشان بس ايه ما تتلخبطش بينه وبين الماضي اللي حصل وانتهى ده. برضو من كلماته how long و since و for. في عندي اللي هو future المستقبل. والله انا عندي فيه جزئيتين، في عندي اللي هو will اللي بيجي وراها المصدر، وفي عندي going to لو احنا بنتكلم عن المستقبل القريب. well والله well دي انا بستخدمها لما يكون في تنبؤ او توقع بالمستقبل او تنبؤ بس من غير دليل. زي مثلا ما اجي اقول ايه
مثلا يعني our team will win، فريقنا هيفوز، our team will win the match، هيفوز بالايه؟ بالفريق. ده توقع بس، ما فيش ايه؟ ما فيش دليل او تنبؤ، بس من غير ايه؟ من غير دليل. ممكن لو جينا بقى يا جماعة، عشان بس تبقى الاتنين مع بعض دول، لو في تنبؤ بس مع وجود دليل، زي ما بنقول ايه؟ there are clouds in the sky، يعني في سحب في السماء، هنا في دليل اهو، يبقى it is going to rain. لو انا هتنبأ كده وخلاص من غير دليل اقول it will rain، لكن لو في دليل مبني عليه يبقى it is going to rain. ممكن واللي تستخدم للتعبير عن اتخاذ قرار سريع، يعني انا قررت وقت الكلام. مثلا يعني It's cold، الدنيا برد. I will close the window، انا هقفل الشباك، انا خدت القرار دلوقتي، مانيش مبيت نية ولا حاجة. انما لما يكون في نية، يعني I intend، انا ناوي، او I am planning، انا مخطط، او I have decided، متخذ قرار لعمل حاجة، يبقى في الحالة دي نستخدم going to. زي مثلا I know that my car is already أو has already broken down، عربيتي بالفعل اتعطلت، وأنا I intend to take it to the mechanic tomorrow، أنا ناوي، أنا قلت I intend، أو لما أجي أعبر عن الحتة ديت يبقى أقول I am going to take it to the mechanic tomorrow. في كمان يا شباب عندي حاجة اسمها future، مستقبل، بس مستقبل هيكون مستمر، future continuous، اللي هو ايه؟ بيتكون من الشكل ثابت كده will be plus الفعل في المصدر مضافا اليه ing will be playing مثلا. ده بيدل على فعل هيكون مستمر في وقت محدد مثلا في المستقبل. على سبيل المثال يا شباب، مثلا مثلا في جملة زي ما بنقول ايه؟ مثلا يعني بكرة الساعة 4 هنكون بنلعب كورة. شوفوا ايه بقى، نروح قايلين ايه؟ tomorrow at 5 o'clock او at 5 o'clock tomorrow we will be playing football. ده future continuous، وطبعا النفي بتاعه هيبقى be not، يعني will تبقى he won't be playing مثلا. الاستفسار بتاعه هيبقى will والفاعل و be والفاعل في ing، زي will he be playing. في future perfect simple اللي هو المستقبل التام، هو بيتكون المستقبل التام من will have والتصريف الثالث. شوف، مستقبل هيكون تم او هيكون اكتمل قبل اخر في المستقبل، طبعا بيجي مع باي، باي هنا بمعنى قبل. زي مثلا ما نيجي نقول ايه يا شباب، مثلا يعني by 10 o'clock tomorrow evening، يعني بحلول او قبل 10 مساء بكره، يعني I will have finished studying، انا هكون خلصت مذاكره. تمام كده، ده اسمه مستقبل هيكون تم قبل اخر في المستقبل. طبعا نفيه will تبقى want او will not، والسؤال will فاعل have والتصريف الثالث للفعل، زي ايه؟ will he have played. اخر زمن معايا النهارده يا شباب هو future perfect continuous، ده اسمه ايه؟ مستقبل تام مستمر، او يتكون من will have been، ده على بعضها كده محفوظة اهي، will have been والفعل في ing، زي will have been doing او playing. بيركز على ايه بقى؟ مدة استمرارية حدث في المستقبل. تمام كده؟ بيركز على مدة استمرارية حدث في المستقبل. زي مثلا ما نيجي نقول ايه؟ مثلا يعني احنا قلنا هنلعب بكرة مثلا الساعة 4، نخلص 5، فنيجي نروح قايلين ايه؟ يبقى at 5 o'clock tomorrow we will have been playing for 1 hour،
مدة أو استمرارية حدث في المستقبل، هنكون لعبنا أو بنلعب لمدة ساعة، تمام كده؟ وطبعا النفي بتاعه won't، اللي هو won't have been، والفعل فيه ing، والمستقبل بتاعه يبقى آسف، والسؤال بتاعه يبقى will، والفاعل have been والفعل فيه ing. زي مثلا ايه؟ will he have been playing؟ أشكركم على حسن استماعكم، ويا ريت في التعليقات يا جماعة، يعني أنا حاولت إن أنا في العشرين دقيقة ديت ألم الملخص بتاع الأزمنة. خلوا بالكم يا شباب، ملخص يعني، عشان بس ما حدش يعني إيه، معلش باحترامي، يتفلسف علينا ويقول إيه، لا ده أنا ده كلام سطحي وكده. أيوه، ما هو كلام سطحي على أساس إن إحنا عارفين الكلام ده، إحنا بس بنفكركم بيه كفيديو واحد. شكرا على حسن استماعكم، وتحياتي مستر جلال حسنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.